مساء الخير والسعادة، مساء أفريقيا جميل. أهلا بيكم مشاهدينا حلقة جديدة من زوم أفريقيا. النهاردة هنعرفكم على قبيلة جديدة في أفريقيا، وهي قبيلة كالنجين، واحدة من قبائل النيل اللي بتعيش في كينيا. قدرت القبيلة دي بشكل كبير أنها تحافظ على عاداتها وتقاليدها رغم مرور الزمن. عندهم اللي بيتميز بتقاليد الزواج. عندهم في القبيلة بيتم الزواج على 3 مراحل، وكل مرحلة فيها بتاخد وقتها في الاستعدادات. يعني أول مرحلة بيسموها الاعتذار، ودي لأن الشاب عندهم بيبلغ والده ووالدته برغبته في الزواج، وهنا بيتم مناقشة الأمر مع أقاربهم، وحالة الموافقة بيروحوا لأهل العروسة، بيكون تقريبا العيلة كلها رايحة معاه من أب وأم وخالات وأعمام وأجداد. الغريبة بقى أنهم بيعتذروا لأهل العروسة أنهم هياخدوا بنتهم، وبعد الموافقة بيتم حفل صغير بيتم فيه تقديم النصايح والهدايا للزوجين. اما في المرحله الثانيه بيتم اقامه حفل بيسمى الكويتو، معناه الخطوبه بشكل رسمي. بعدها بنوصل للمرحله الثالثه والاخيره، هو الحفل الزواج، وبيكون احتفال كبير بيتم فيه دعوه الاقارب والجيران والاصدقاء في الكنيسه. حاجات كتيرة تشوفوها معانا في حلقتنا النهاردة. هيكون فيها لقاء مع نورهان محمد خريج كلية الفنون الجميلة، اللي قررت اختيار اللون الافريقي لتصميم الشنط وغيره من المشغولات اليدوية. هتشوف معانا تقرير عن اليوم العالمي للشباب اللي أقيم في دار السودان بالقاهرة، وكانت فرصة لتجمع الشباب من مختلف الجنسيات الأفريقية اللي قدموا رقصات مختلفة وغنى وعروض مسرحية. وهنبدأ حلقتنا بلقاء مع المطرب حسن عبد المجيد، اللي بدأ مسيرته في الثمانينات، وأحد تلاميذ المبدع أحمد منيب قدر يحقق نجاح كبير من خلال ألبوم يا رايق، من أشهر أغانيه ربك هو العالم، يا فرح يا مرح، سميرة، وغيرها كتير.
سميرة مفيش احلى من كده بدايه نقدر نبدا بيها حلقتنا النهارده مع المطرب الجميل اللي كلنا تربينا على اغانيه واحنا صغيرين حسن عبد المجيد. يعني الحقيقه انا قد ايه سعيده ان حضرتك معانا ورجعتنا لايام زمان الاغاني الحلوه والبهجه ورقص النوبي الجميل اللي كل الناس بتتفاعل معاه. ربنا يخليك ليش يعني منورنا جدا. واغانيك تجنن واغانيك لسه عايشه رغم ان انت اختفيت ورجعت وكده. عايزين نتكلم بقى على بدايتك زمان. هو بدايتي زي اي بدايه طبعا طبيعيه. اي حد بيكون مثلا بيغني او مثلا بيالف او بيلحن يبقى تملي ايه بيطلع من خلال اللي يعني الاطار اللي حواليه العيله الاسره الجيران الاصحاب. فكان طلوعي كان من خلال المجموعه دي يعني قرايبي مثلا اخواتي صحابي في النوبه في المنطقه اللي هم قاعدين يعني اللي عايشين معايا في المنطقه يعني. فده طبعا بيدي حته ايه؟ بيدي قبول للنفس وللناس يعني. فانا شعرت ان ممكن اغني من خلال اغاني خاصه بي انا الناس تحبها والناس تتفاعل معاها. وكنت بغني برضو اغاني النوبة عندنا لحن منيب ومنير واحنا كنا يعني كنت معتزه جدا بغنى منير وغنى منيب وغنى علي كوبانا وغنى بحر ابو جريشه وغنى اللي هم اللي اسسوا اصلا الفن النوبي وكثير من الرياده النوبيه اللي جم عملوا تاريخ للنوبه يعني. كلمنا شويه عن تاثرك باحمد منيب. يعني اغانيه عظيمه جدا وانت ما غنيتها يعني اضفت التاتش بتاعك. قد ايه الناس كانت متفاعله وفاكره الاغاني بتاعتك جدا اللي هي غنيتها للفنان هو منيب القدر. كان الله يرحمه كان موسيقار عظيم ومن اوائل يعني الملحنين او المؤلفين الموسيقيين اللي هم ظهروا أول للناس وظهر فنهم من خلال اعمال طبعا الكينج حمو منير لانه يمكن اول حد طلع الغنى النوبي للضوء والشهره والاداء الجميل كان منير مع احمد منيب. فانا تاثرت جدا بالشخصيه دي لانه اهم حد عمل لون نوبي جميل نجح كان منيب ومنير. فده خلاني حرضني ان انا اتقابل معاه واقعد معاه واتكلم معاه واعيش معاه يعني يمكن كنت كل يوم عنده يعني في البيت وكده. فكنت اعرف بقى كان بيعمل ايه لمنير وبيعمل ايه مثلا لمغنيين تانيين. فحبيت قوي ان انا اقول اللون ده بسكتي انا او بلوني انا. يعني انا تملي في غنية بحب اغني لوني انا. احب اكون انا موجود من خلال اعمالي ما جيش جنب حد بيغني ليه؟ لانه اي حد بيقلد حد مش بيبقاش فيه ابداع. طبعا انت مجرد بس بتقلد. لكن لما تبدع شيء خاص بيك بيتحسب لك يعني. طبعا. طب عايزين بقى نسمع اغنيه تانية؟ يلا بينا. يلا بينا. هتسمعنا ايه؟ نقول مثلا يا فرح يا مرح. تمام يلا بينا. Yeah.
حلو الصبر جميل للي يعني الحقيقه انا سعيده قوي ان انا بسترجع الذكريات يعني يعني قد ايه كنا بنتفاعل مع الاغاني دي ونرقص ويبقى فيه زي فعلا فرح ومرح يعني. هو المهم جدا المطرب المغني يعني بالذات يسيب اثر في الناس، اثر ايجابي طبعا طبعا، ويسيب اثر حلو، فده بيقعد في قلب الناس كتير على فكره. يعني بيقعد في عقليه الناس كتير، انه العمل الجيد والعمل الحلو والكلام الحلو واللي انا احترم الناس واحترم المجتمع يعني، فده بيعود عليا بالايجاب يعني. فانا كنت مهتم جدا اطلع للناس بشكل حلو في الاداء، في الشكل العام، في الكلمه، في اللحن، في الغنى. ده اساليب لازم اي مطرب يطلع تكون دي جواه اكيد طبعا. وده دليل يعني وجودك رغم ان انت اختفيت فتره ورجعت تاني، ان احنا ما نسيناكش خالص، بالعكس احنا دايما بنسمع الاغاني دي وبنتاثر بيها ودايما بنغني وبنرقص. وقد ايه عملت طفره في الغنى النوبي ان انت دخلته مع المصري زي ما اتكلمنا من شويه، وبقى اللبس كمان كان عملنا لبس. هنتكلم عن اللبس بعد ما نرجع من الفاصل، احنا طالعين فاصل راجعين تاني هنتكلم عن اللبس الجميل ده، احنا عاملين حتى ماتشنج مع بعض. ماشي يا فندم. مشاهدينا فاصل رجع لكم تاني، احنا لسه مع حسن عبد المجيد. Thank you.
العداوة ويخبي العداوة مشاهدينا. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. يعني الحقيقه الاغنيه دي بالذات انا يعني مؤثره جدا. ما هو كل مكان لهنا وقد ايه بتلمس القلب، يعني تخلي الواحد بيعيط كل مكان بعد ما كنا بنرقص من شويه. كل مكان لهنا حضرتك يمس الناس ويمس الشارع اكيد بناس بتحبها على طول من غير كلام. هو ده اللي بيخليني اهتم قوي اغني كلام حلو، كلام محترم، كلام يراعي شعور الناس، وكلام يقعد مع الناس وفي وجدان الناس. طبعا هو ده اللي بيبقي انك ان عملك جيد وعملك الحلو هو ده اللي الناس تملي فاكراه. طبعا لحد النهارده فاكرين عيونك امهات البيوت، فاكرين ربك والعالم، فاكرين سامينا. عايزين نتكلم عن الاغنيه دي بالذات، يعني كلمات والالحان دي كانت الحان طبعا العظيم الاسطوره احمد منيب، وكانت كلمات الحان وكلمات العبقري عبد الحليم منصور الله يرحمهم، وتوزيع طارق مذكور. وطارق مذكور هو اللي وزع 82، هو اللي وزع معايا في 2010. Yeah. هو وطارق مذكور من اعظم الموزعين اللي جم مصر. يعني من هو مش هو يعني من اهم الناس اللي جم في الموسيقى والتوزيع لكل المغنيين العرب والمصريين وكده يعني. فده برضو اداني برضو يعني اداني باور لما يكون مع حضرتك الاطراف اللي بتشارك في الاغنيه قويه جدا بتطمنها على العمل. طبعا بتطلع اغنيه عظيمه يعني وهي عمل انت مطمنه له بالظبط. ده محترف وكلهم محترفين كلهم ما شاء الله، يعني ككلام وكالحان وكتوزيع عظماء في 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 الاغنيه. واثروا الحاله الفنيه من غيري انا، اثروا الحاله الفنيه باغاني طبعا يعني جامده جدا اكيد. طيب يعني قبل الفاصل كنا عايزين نتكلم بقى على اللبس الجميل ده، نوبي صح؟ طبعا نوبي ده. بس نوبي عايزين بقى نفهم شويه، يعني هو النوبي التقليدي اللي هو الابيض او الاصفر صح؟ اه قول لنا بقى. هو ده كان طبعا تصميم العبقري طبعا الاستاذ خالد صبيحه. هو لان هو بيهتم قوي بالحاجات دي. اوكي. هو اصلا ما شاء الله عليه مصمم ازياء و بيعمل ازياء عظيمه يعني، وعمل كثير من النجوم، وما شاء الله قاعد يعني يخترع حاجات جامده جدا جدا. حتى عنده اختراع في التفصيل البرتوتون دوت، هو اخترعه. اي حد يشوف المسطره دي ويمشي عليها في 5 دقائق يتعلم في 5 دقائق. انا حاسه ان في شويه اندماج ما بين النوبي القديم والحديث طبعا والعصر الحديث يعني مع الطاقيه ما شاء الله عليه. هو يعني ذهنه خالد صبيحه ذهنه حاضر. يعني النوع اللي هو ايه التملي بيواكب بي 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 العصر في اللبس وفي الاداء وفي الشكل. هو خلاني ايه قال لي حاسس احنا عايزين نعملها غريبه عن النوبي، بس هي قلب النوبه. هي روح هي النوبه، بس احنا بنحاول يعني نطور برضه في الايجابي في الصح. ما احنا ما بعدناش عن الاصلي. أيوة. الاصلي معانا. طبعا عايزين بقى نسمع اغنيه كده نهيص شويه. يلا بينا. بدل ما كنا نقول تريلا ان شاء الله. يلا بينا. يلا بينا. هنغني ايه؟ تريلا. ماشي، عشان عايزين بعد كده تشرح لنا بقى، لان شويه الكلمات مش مفهومه. ده فولكلور سوداني. طيب تمام. ماشي يلا بينا. يلا. كده يا تريلا
أيوة يرقص هو يرقص يرقص عشرة بلدي عامل فيها مصري يرقص عشرة بلدي عامل فيها مصري لكن ما هو مصري هو نوب الأصل يا كده يا تريلا تريلا جاترة الترانو ترانو أغانيك كلها بهجة يعني بتخلينا كلنا كده عايزين نرقص. بس أنا الحاجة إنه غناها قبلي واحد اسمه فيك الله يرحمه مغني أسطورة أوكي. هو شهر بيها جدا جدا هو اللي قدمها هو نوبي برضه نوبي هو أوكي. هو اللي قدمها هو اللي قدمها قبل أي حد إحنا بقى طورنا منها وعملناها هو يعني إيه كده إلا أصلا يعني هو كلام سوداني بس فيها بهجة وفيها محبة وفيها غزل وفيها يعني شيء من الحركة اوكي ويمكن كله بينا عارفينها كل الوطن العربي عارفها طبعا فطبعا طبعاً. يعني ايه الحمد لله يعني هي كانت الاغاني اللي علمت مع جد مع الناس طبعا 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 يعني حتى في الافراح في كل حته وفي كل حته ما شاء الله يعني واخده صيت حلو يعني طيب عايزين بقى نتكلم على بقيه مشوارك يعني وتاثرك بمحمد منير واحمد منيب وبعد كده بقى انا بعتبر منير من أهم المغنيين اللي جم في القرن من أهم المغنيين اللي علموا على الناس في المئة سنة اللي عدت محمد منير هو قاعد في منطقة لوحده خالص محدش جنبها خالص يعني أي مغني بيطلع حد زيه حد شبهه حد مثلا بيقلده حد ممكن يغني مساحاته لكن منير ما شاء الله عليه عمل لون غنائي منفرد ربنا يديله صحه طبعا ما شاء الله ربنا يديله صحه وربنا يعني يطول في عمره يعني يا رب فمنير انا بعتبره واجهه او نموذج ناجح لاي مطرب بقى اي مطرب من اي بقى سكه بقى من اي حتى شرقي غربي ياخد خطواته هينجح اللي هو الكلام الحلو الاداء الجميل الاداء المتميز دي حط عليه متخط ايوه ان ما يكونش حد زيك وانت ولا زي حد صحيح متميز وجيد متميز وعندك علم وعندك ثقافة وعندك فكر وعندك رؤية وبتطور في نفسك يعني لله الحمد أنا لحن لي وألف لي ووزع لي كبار ملحنين مصر عظيم عظيم لحن لي أحمد منيب فاروق شلوبي صلاح الشلوبي أحمد الحجار لحن لي حامد الشاعر طبعا ده 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 ده, ده أنا جايله يعني اللي بتكلم عن الملحنين المؤلفين بقى عاب بدوي أحمد شتا حامد الصغير أنا الصغير ده من أول بداياتي اللي كان معايا من أول مشواري وأنجح حد نجح معاه في الكلام عظيم أحمد شتا
محمد القصاص. وطبعا في ناس كتير انا ناسيهم برضو، لكن انا ايه، انا اسف يعني اي حد نسيته ما قلتوش يعني. بس انا اقول ايه، طبعا حميد الشاعري ده المعلم الكبير يعني بتاع الموضوع يعني. هو الراجل ما شاء الله عليه اللي هو بيسموه الهد يعني. الهد ليه بقى؟ لانه حميد فيه ميزه حلوه انه بيختار حد هو يضيف له والطرف الاخر يضيف له. او كمان كان بيختار اصوات غنائيه متميزه. فطبعا نجح جدا حميد من خلال المزيكا، من خلال برضه الالحان. حميد ملحن جامد جدا على فكره قوي يعني، ما شاء الله لحن لكل المطربين. فطبعا انا بحيي اي حد اشتغل معايا. برضه فتحي سلامه غير ما انساه. اوكي. فتحي سلامه دوت وزكي زهران، في كتير قوي ما شاء الله اشتغل معايا، اسامي قويه جدا واسامي فعلا فعلا استفدت منهم جدا جدا. وكله اللي اشتغل معايا ده كانوا شغالين شرقي. جم لوني واتفاعلوا معايا في نفس لوني، في نفس الكلام، لان هم طبعا فاهمين يعني ايه غنى. برضه لحن لي عمرو مصطفى طبعا ده من العظماء. عمل لي ايمن باغت قمر. اوكي. مؤلف طبعا جميل ومؤلف، دول عظماء السكه الغنائيه حاليا. يعني الحقيقه مشوار حضرتك حافل جدا وسنين طويله عشناها وتاثرنا بالاغاني. اتفضل. معلش. حسن دنيا. ده برضه من الملحنين اللي عملوا لي برضه يعني اكيد إيه. اكيد طبعا مشوار حضرتك يعني سنين طويله واغاني عظيمه باقيه لحد دلوقتي. الحقيقه يعني انا زعلانه جدا ان الفقره خلصت. نورتنا وامتعتنا باغانيك ورجعتنا لسنين عمرنا الطويله. الفنان الجميل حسن عبد المجيد، هتسمعنا ايه بقى عشان نختم بيه؟ انا بعشق الشمندوره لانها قريبه جدا من غنانا النوبي ومن فلكلورنا ومن أدقنا ومن نير صراحه ابدع فيها. فانا بحبها قوي وبحب اغنيها يعني. وطبعا يعني شرف فيا ان انا اغني شمندوره. يا رب يا رب تعجبني ان شاء الله. خلاص يلا بينا نغني شمندوره. يا سمارة دوب يا عيون أبيض على الوجود. أي يا شمندورة لابسة ثوب يجمل بالصورة دوب يا دوب، يا سمارة يا سمارة دوب يا عيون.
شمندورة من جنا بحر انكسكي من جنا سيرجي مالا وإن يا مورتا النجلة وإن يا زوم أفريقيا كانت موجودة في اليوم العالمي للشباب اللي أقيم بدار السودان في القاهرة. الحفل شهد حضور عدد كبير من الشباب اللي ملالين طاقة وحماس لتنمية بلدهم، وكان في عروض مسرحية وفنية وموسيقية من جنسيات أفريقية مختلفة. تفاصيل كتير هتشوفوها في التقرير الجاي. الليلة عندنا احتفالية بخصوص إنقاذ الطفل، وهي مبادرات بيعملوها الشباب، دي واحدة منها. يعني دار السودان دائما دائما سباقة، ودائما بتستضيف يعني المبادرات وبتقوم بها. هي تعتبر الوطن السوداني للسودانيين المقيمين بالقاهرة، يعني ككل، كل المبادرات، كل المعارض، كل الأنشطة هي بتحتوي دار السودان. دار السودان طبعا دار اصلا يعني موجود في مصر من 1918 تقريبا او 81. فده دار يعني تاريخي عريق، كان موجود في وسط البلد في شارع شريف، وبعد كده ما القانون لما يتغير بتاع الشخصيات الاعتبارية تحولنا هنا في ارض اللواء. دار السودان طبعا بيقدم نشاطات كتير بالنسبة للسودانيين، ويعتبر دار للجالية، في بتعمل فيه الاحتفالات الثقافية والتراثية، وفي مساعدات، في يعني هو يعني يعتبر سفارة شعبية. احتفالات اليوم بتضم انه اليوم العالمي للشباب، وهو بيضم عدد من الشباب، اول الشباب المؤثرين في المجتمع وكيفية تنميمهم وتطويرهم، وبيحكي عن قصص نجاحهم في المجتمع وكيفية اثرهم في المجتمع عامة. الموضوع بيتضمن انه في مبادرات حتيجي تتكرم، وفي شباب حيجي يؤدوا ادوارهم في مسرحيات، وشخصيات مهمة حتيجي تحضر كده، وعندهم مجموعة من النشاطات اللي هيقدموها النهاردة. عندهم الرقص الأفريقي، وعندهم قصص النجاح، وجلسات حوارية هيعملوها للشباب والناس اللي هتيجي، الشخصيات المهمة. عندنا في السودان هي أصلا قبائل متنوعة، وأي قبيلة بلحدها بعادتها وتقاليدها. مثلا عندنا الشماليين، إحنا عندنا في العرس جلد العريس، أول العريس هو اللي بيجلد وكده، دي بالنسبة للقبيلة الجعلية اللي بيقولها دار الجعل. عندنا عامة في السودان اللي هي الجرتك، ده بيكون في الزفاف بعد الفرح على طول، في ثقافة الجرتك اللي هي بعد الحفلة تخلص وكده. فالنظام هي بتساعد مثلا المتزوجين وهم خلاص مسافرين شهر العسل وكده، فبتكون دي آخر فقرة في العرس. احتفالات النهاردة حاجة طبعا حلوة وجميلة بالنسبة للشباب، وأنا سمعت حاجة حلوة إنه الشباب بيتعاونوا ويطلعوا من اللي هم فيه، بأنه الواحد يعني ينظم حياته ويعرف هو بيعمل إيه، ويأخذ الصيغة ويتعامل بصورة حلوة مع المجتمع. أنا طبعا بشارك في الاحتفال، بقدم بعض الأغاني اللي بتدفع الشباب وتحمسهم، وبعض الأناشيد وبعض المعزوفات الموسيقية اللي بتحمس البرنامج وتدي دافع للأمام إن شاء الله. مثلاً الفنان الكبير الأثر فيها هو الفنان محمد وردي. محمد وردي إنسان مبدع وجميل، باعتباره فنان عالمي. We
مشاهدينا جانا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما افريقيا بتبقى مصدر للالهام لكتير من المصممين. معايا دلوقتي لقاء مع نورهان محمد مصمم الاكسسوارات. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. الحقيقه انا لما دخلت الاستوديو يعني لقيت فيه حاجات كده جميله. شكرا. وقد ايه بحس ان افريقيا بالالوان والثقافات والاشكال بتبقى مصدر للالهام كتير من المصممين سواء الأفارقة العالميين أو حتى المصريين، مش كده؟ ده حقيقي فعلا. قوليلي بقى أنت بدأتي إزاي أن أنت تبتدي تخشي بقى ناحية أفريقيا وتصممي حاجات ليها علاقة قوي انديب كده لكل الشغل؟ في البداية أنا كنت طالبة في فنون جميلة قسم ديكور مسرح. ده خلينا نتعرف على حاجات كتير، ثقافات مختلفة، أحتك مش بس بالديكور، بالأزياء، اكسسوارات بشكل تاريخي وثقافي. أنا نوبية أوكي. مبدئيا فحبيت أن أنا يعني أعمل ميكس بين أن ثقافتي واللي تربيت عليه واللي شايفاه بعيني وما بين الحاجة اللي درستها. بصي يعني من خلال طبعا أنا بزور النوبة كتير جدا واستضفنا فنانين كتير منها، بحس أن هم عندهم الذوق يعني اعلى شويه ورايح في حته كده ناحيه، هي بتبقى حاجه فطريه حقيقيه. بالظبط بالظبط. يمكن في حد قبل كده عمل احصائيه لان كل بيت نوبي فيه تقريبا على الاقل 2 بيعرفوا يرسموا وعندهم موهبه، مش بس بيرسموا بيغنوا وبيعزفوا، يعني عندهم موهبه الفن فنيه. ده جزء من الجينات تقريبا، مش كده؟ حقيقي، ده حقيقي. البدايه بقى بتاعتي كانت بقطعه فنيه هي اللي الهمتني كل المشوار اللي انا مشيته ده، هي جايباها معايا، هي اسمها كارج، القطعة اللي هي المدورة دي. دي مشهورة جدا ومعروفة. بس مش كتير عارف اسمها، يعني اسمها كارج. كارج ده باللغة النوبي؟ بالنوبي. اوكي، دي ايه بقى؟ ديت حاجات كتير. مبدئيا بنعلقها كزينة على الحيطة. زمان في النوبة القديمة كانت البنات بتقعد تشتغلها علشان تزين بيها غرفة العروسة. العروسة بنفسها كانت بتشتغلها لنفسها أو جدتها أو والدتها. أوكي. وكانت غرفة العروسة لازم تبقى متزينة من أولها لآخرها بالأنواع كتيرة من الكارج والأشكال وأحجام. هو ده إيه؟ أنا بس مش فاهمة، هو ده زي كروشيه ولا يعني ده بيتعمل من الخوص بتاع النخل؟ كلها حاجات من البيئة. اوكي تمام. وزمان اكتر كان بيتعمل بالجريد، يعني هو من جوه خوص ومن بره جريد ومصبوغ برضو صبغات طبيعية. لقيت ان القطعة ديت موجودة من اول ما بنبدأ ندخل على الصعيد كده لأول لحد جنوب افريقيا خالص. تمام. بس موجودة في كل مكان باسم مختلف، بطريقة استخدامات مختلفة كمان، استخدامات مش كده؟ مختلفة. طريقة الصناعة نفسها لكن هي موجودة. okay. فكانت ملهمة جدا بالنسبة لي إن هي رابطة ثقافات، يعني حاجة واخدة خط النيل كله لحد الآخر. أفريقيا كلها مجمعة كل الألوان. فكانت ملهمة بالنسبة لي. بدأت بقى أشتغل، يعني أستلهم من الكارج ده تصميمات، أستلهم منه ألوان، وابتديت أشتغل إن أنا أعمل أكسسوارز. بعد الاكسسوارز دخلت بقى على الشنط بشكل احترافي اكتر. طيب يعني انا شايفه ما شاء الله في حاجات كتيره وقطع مختلفه ومتميزه. القماش لو احنا جينا بقى نتكلم على كل قطعه، القماش فيها انت بتجيبيه من بره ولا هل هو متوفر في مصر؟ الانواع مثلا زي الحزام ده بياخد شغل قد ايه؟ الماتيريال اللي فيه، يعني انت بتشتغلي كذا نوع من الاصلات والحاجات دي، صح؟ اشرحي لي اكتر. ممكن اتكلم الاول على القماش الافريكان. القماش الافريكان بنجيبه من، يعني هو مش بيتصنع في مصر للاسف، بس انا بقدر اجيبه من خلال الافارقه اللي عايشين في مصر. بالظبط. ومثله ان هو يعني غني جدا. يعني ممكن الحاجه الواحده اقدر اطلع منها شغل كتير قوي، زي الشنطه، يعني السكارف، مقالم، كبات، كل حاجه ممكن تتخيليها بتطلع منه. اشتغلت على فكره الماتشنج، ان ممكن تبقى الشنطه ماتشنج مع الشال، مثلا الكاب ماتشنج مع الشنطه، مع يعني
ممكن نطقم حاجات مع بعض. الحزام ده بقى كنت مشاركة بيه في معرض عن التراث النوبي. هو مجمع حاجات كتير قوي. طب اشرحي لي كده عشان يعني يمكن عايزين نتخيل معاكي اكتر يعني ايه اللي مجمعه. هتكلم الاول على الشكل الاحمر الضفيره الحمراء دي. دي حاجه اسمها الحريره. الحريره 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 ديت العريس بيلبسها علشان في النوبه العريس مش بيلبس بدل. بيلبس جلباب ابيض. اوكي. فدي المفروض ان هي بتتلبس في الايد دي الحمراء دي لوحدها. اوكي. بتتلبس في الايد علشان بيبقى كل الشباب او الرجاله لابسين جلباب ابيض فالعريس مش بيبقى متميز ما بينهم فبيلبس الحريره دي عشان يبقى مميز يتعرف بيها. ودي الضفاير دي بتتعمل بيتحط عليها الجنيه العمله الانجليزيه. كانت زمان بتتحط العمله الانجليزيه الحقيقيه يعني دهب بجد. كانت منتشره في مصر كانت يعني من زمان. من أوكي. زمان قوي يعني. ده التراث القديم. قديم يعني بالظبط. فبدات بعد كده ان هي تتحط بس اكسسوار مش مش العمله الحقيقيه يعني. بيتحط فيها كمان الخرزه الزرقاء. بالظبط. الصدفه دي من الحاجات اللي بتبقى موجوده على النيل. اوكي. فكلها حاجات من الطبيعه يعني. أيوه. حواليه. تمام. هل الرسومات دي ليها معنى؟ الرسومات ديت ده تحليل لشكل القبب النوبيه. قباب. بالظبط. القبه النوبيه والثلاث فتحات بتاعت اللي هي الطاقه بتاعت التهويه او النور. الخرز ده كمان اللي انا مستخدماه. الخرز ده بتاع جدتي الله يرحمها. الله يرحمها. يعني كان زمان برضو من العادات ان هم بياخدوا البنت يجيبوا لها اكسسوارات بجانب الذهب النوبي. فدي كانت حاجه انا محتفظه بيها يعني كانت بقى لها حوالي مثلا 100 سنه حاجه كده. يا رغم ان هي كانت حاجه عاديه بس نشوف الجوده بتاعتها لحد دلوقتي حاجه مش موجوده. بصي يعني اللي يشوف الحزام ده يحس ان هو حاجه عاديه لكن انت اما شرحتي بقى يعني الديتيلز لا ده فيه شغل وفيه فكر. قطعه ممكن تتلبس بس على دريس ساده تغير شكل الزي كله يعني. يعني انا حقيقي سعيده جدا اما بلاقي شباب متجهين بفكر الافريقي بيعرفوا يعملوا ميكس. يعني انت بس مش بتصممي لا انت عندك فكر وعندك ثقافه عايزه تنقليها من خلال شغلك. يعني الحقيقه انا سعيده جدا بوجودك نورهان محمد مصممه اكسسوارات. سعيده جدا بيكي ووجودك معانا. شكرا جزيلا. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده. استنونا كل جمعه الساعه 8 مساء زوم افريكا عينك على قارتنا.